اشتكى عدد من المواطنين عن وجود مخالفات عديدة في مدينة الزرقاء من التجار، إضافة إلى وجود تجمعات وازدحامات للمواطنين أمام المحال التجارية، ما يمكن أن يسبب انتشار الفيروس. غيداء بكير مراسلة المملكة تنضم إلينا من هناك. آخر ما رصدته غيداء، نظرا لما ذكر قبل قليل حول اشتكاء مجموعة من المواطنين وعدد منهم حول مخالفات تجرى في بعض المحال، حدثينا أكثر، تفضلي. بالفعل أريج، يعني نحن الآن نتواجد في منطقة من مناطق الزرقاء، يعني قمنا بجولة لعديد من المناطق منذ الصباح الباكر. يعني نحن الآن في هذه المنطقة في الأسواق الشعبية، وهنالك عدد من المخالفات التي بالفعل قد سمعناها وقد وردتنا بشكل أو بآخر خلال الأيام الماضية. هنالك في هذه المنطقة ومناطق متعددة من الأسواق الشعبية في مدينة الزرقاء عدد من المواطنين الذين تجمعوا بشكل كبير، وأيضا هنالك استهتار أحيانا في بعض الأحيان إذا ما تطلب الأمر أو إذا ما ورد الذكر بأن هنالك استهتار بالأمور الوقائية وبالسلامة العامة، وأيضا هنالك عدد من المحال المخالفة التي تلقينا الشكوى بخصوصها بأنها تقوم بافتتاح محالها في أوقات متأخرة إلى ما بعد أوقات الحظر أو إلى ما بعد أوقات المسموح بها لفتح المحال التجارية بعد الساعة 6 مساء. هنالك أيضا عدد كبير كما تشاهدون من الأطفال المتواجدون في هذه المناطق، وعدد كبير من المواطنين المتقربون أو المقربون لمسافات دون لباس الوقاية. يعني من ضمن الحديث كان لنا هنالك حديث مع عماد المومني رئيس بلدية الزرقاء، وأخبرنا أنه هو بالتعاون مع الجهات المختصة سيقومون بمتابعة هذه الأمور. قاموا وكانوا يتابعون هذا الأمر وحاولوا مخالفة بعض المحال أيضا وإغلاق بعض المحال التي خالفت هذا القرار والذين لم يكونوا مستثنيين من هذا القرار الحظر أو قانون الدفاع، وقاموا بفتح المحال. فقامت الجهات المعنية بتعاون مع بلدية الزرقاء بإغلاق هذه المحال. أيضا كان هنالك تحويل لعدد من المواطنين المخالفين. إضافة إلى ذلك هنالك أيضا محال للبناء ومحال للدهان كانت تفتح أبوابها، وأيضا هنالك محال أو كما تسمى بالأكشاك، أكشاك القهوة والمشروبات الساخنة أيضا افتتحت أبوابها خلال الفترة الماضية. يعني الصورة أحيانا تكون أريج أبلغ من الكلام، هنالك عدد كبير من المواطنين. أيضا هنالك بمجرد ما وضعنا كاميرات المملكة كان هنالك تجمهر لعدد كبير من خلفنا من المواطنين، بل لربما كانوا العشرات رجال الأمن الذين ساعدونا بدورهم والذين حاولوا تفريق هذا التجمعات الخطيرة والتي ممكن أن تسبب انتشار الفيروس بين الأشخاص. يعني كان هنالك مطالبات من المواطنين بإلزام البعض الآخر الذين يخالفون هذا القانون بإلزامهم بالغرامات، خاصة وأنهم يحاولون البعض من المواطنين يحاولون الالتزام في محاولة درء انتشار الفيروس إلا أن نعم. طيب، يعني عندما رصدتم هذه الشكاوى وحسب ما نرى في الشاشة من خلفك، يعني واضح يعني شكل المخالفات من المواطنين وبعض المحال، ولكن عندما قمتم باستقصاء الآراء إلى ماذا عزى ذلك المواطنين؟ يعني ما السبب وراء هذه المخالفات بحسب رأيهم؟ يعني ما زال المواطنين مبهمون في هذا الجانب، بعضهم يعلم والبعض الآخر لا يعلم. البعض الأول يقول بأن هنالك استهتار من جانب محدد سواء من التجار أو من بعض المواطنين الآخرين، أيضا هنالك من أولياء الأمور الذين يقومون بالخروج مع أطفالهم للأماكن أو للأسواق الشعبية أيضا للمحال التجارية، وفي هذه الحالة يكون هنالك تهافت في الحقيقة من المواطنين. أيضا التجار أبلغون بأنهم يقومون بعضهم بإغلاق المحال الساعة 6 مساء ويلتزمون بافتتاح الساعة 10 صباحا، إلا أن بعض التجار عزوا أن زملائهم التجار الآخرين يعني هم يحاربون هذه الحياة ويحاولون الحصول على لقمة العيش، فلربما يضطرون فتح الأبواب بصورة مخالفة سعيا للحصول على بعض الرزق والقوت اليومي. لكن يعني كما تشاهدون لا تزال هنالك مخالفات عديدة وكبيرة في هذه المنطقة. يعني نتمنى أن يكون هنالك وعي أكبر من المواطن في سبيل درء انتشار هذا الفيروس بما يسببه هذه الأزمات أو بما تسبب هذه الأزمات انتشار الفيروس. غيداء بكير مراسلة المملكة من الزرقاء، شكرا لك.